نحن نتهمكم بأنكم تفضلون علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفضل نسمع منك. أولا، قضية تفضيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه على النبي، هذا لم يقل به أحد من الشيعة، وإذا قال أحد فهذا يعني لا يمثل التشيع، هذا يمثل نفسه. قضية تفضيل النبي على أمير المؤمنين هذا أمر مسلم به في عند الشيعة على العموم، فالنبي صلى الله عليه وآله أفضل الخلق أجمعين، هو أفضل الخلق. نحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الخلق أجمعين، حتى أفضل من الملائكة ومن الأنبياء، هو سيد الخلق أجمعين. أسمع منك، لكم المايك. طيب، حياك الله يا استاذ مهند. خلاص، احنا نعرض عليك ما اتى عندنا من ادله على انكم باطنا تفضلون علي بن ابي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه، عندنا روايه في كتاب اصول الكافي، الاصول من الكافي، في كتاب الحجه صفحه 196 و197، قال علي بن ابي طالب: انا قسيم الله بين الجنه والنار، وانا الفاروق الاكبر، وانا صاحب العصا والميسم، ولقد اقرت لي جميع الملائكه والرسل بمثل ما اقروا به لمحمد، ولقد يعني حملت على مثل حموله الرب، وان رسول الله يدعى فيكسى وادعى فاكسى ويستنطق واستنطق. الى هذا نحن سواء، واما انا، تفضيل بقى هو، الى هذا نحن سواء انا ومحمد، واما انا ولقد اوتيت خصالا، اسمع، ولقد اوتيت خصالا ما سبقني اليها احد قبلي، ولا محمد ولا موسى ولا عيسى، ما سبقني اليها احد قبلي. علمت المنايا والبلايا والانساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني. والنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. النبي لا يعلم، كل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يساوي علي في خصال، ولم يحصل له خصائل اخرى، لانه بشر صراحه، والخصائل اللي علي اتهاما طبعا له وحشاه ان علي قال هذه الخصال اللي قالها عن نفسه، هذه صراحه ليست في مرتبه البشر، بل بلغ شانه ومقامه انه يعني اعلى من ذلك. اما النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سوره الكهف الايه رقم 11، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما انا بشر مثلكم يوحى الي، بشر زينا. الله تعالى: ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب، الى اخر الايات اللي بتثبت ويعلم ما في الارحام، اللي بتثبت ان الصفات اللي قلته من هي تستلزم ان او تلزم ان تكون لعلي، هذه الصفات اصلا لله وليست لعلي رضي الله عنه. لعله اله في زعمكم باطنيا ولا تقولون ذلك، فاتمنى ان اسمع منكم. ولعله فعلا اله، لان انتم عندكم الروايه في كتاب الكشّ صفحه 184: انا وجه الله وانا جنب الله، وانا الاول وانا الاخر، وانا الظاهر وانا الباطن، والله قال هو الاول والاخر والظاهر والباطن في سوره الحاشيه، وانا بكل شيء عليم، زادها القمي. تفضل اسمع من حضرتك، هل تكفر الكافي ولا تكفر ابو عبد الله انه قال بهذه الروايه وحاشاه نحن نبرئه من هذا القول؟ تفضل اسمع من حضرتك استاذ مهند. اولا، النص اللي جيت به قول امير المؤمنين عليه السلام لا يوجد فيه انه يقول انه افضل من كل ما، فهذا مردود عليك. انا اطالبك بنص صريح من كتب الشيعه، من علماء الشيعة، أو من نفس، أو رواية تروى عن الشيعة يقولون بأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو أفضل من النبي. أنا قلت لك في المداخلة الأولى، نحن لا نقول بأن أمير المؤمنين هو أفضل من النبي صلى الله عليه وآله. طيب، حياك الله أستاذ مهند. طبعا ما استطعت، ما قلت لك عليه بيعلم الغيب، يعلم ما في السماوات، علمت المنايا والبلايا والانساب وفصل الخطاب، وهذا لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى، لا يعلمه النبي. فكنت عليك ان تقول لي: لا، علي يعلم كل هذا والادله، النبي يعلم ايضا هذا كله والادله اهو. لكن طبعا عجزت ان تاتي، لان النبي بشر. قل: انما انا بشر مثلكم، ده رقم واحد. رقم اثنين: علي الاول والاخر والظاهر والباطن، النبي ليس كذلك، لما استطعت ان تثبت ذلك. لا لا لا، ده علي اشجع من النبي. ايه ايه، علي اشجع من النبي.
الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، الجزء الأول صفحة 17، روى الصدوق هو بيقول طاب ثراء، لا إله إلا الله، عن النبي صلى الله عليه وآله قال أعطيت ثلاثا وعلي مشارك فيها، وأعطي علي ثلاثة ولم أشاركه فيها. أنا أعطيت ثلاثة علي شاركني فيهم، وعلي أعطي ثلاثة أشياء لم أشارك علي فيهم، لم أشاركه فيهم. إيه هما الثلاث أشياء دول؟ فقيل يا رسول الله وما الثلاثة التي شاركك فيها علي؟ قال لواء الحمد لي وعلي حامل والمثر لي وعلي سقي والجنة والنار لي وعلي قسيمهم. وأما الثلاثة التي أعطي علي ولم أشاركه فيها، فأنا أعطي شجاعة ولم أعطى مثله، وأعطي فاطمة الزهراء ولم أعطى مثله، وأعطي ولديه الحسن والحسين ولم أعطي مثله. إيه رأيك على هذه الرواية؟ يعني أتمنى أنك تعلق. إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أشجع البشر، يعني حتى أن علي رضي الله عنه روى عندنا أهل السنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه كنا إذا احمر البأس ولقي القوم كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكون أقرب القوم أقرب إلى القوم منا. وانهزم الصحابة يوم حنين وعلي على باب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلة يسوقها نحو العدو ويتسمى ولا يخفي نفسه، أنا النبي لا كاذب، أنا ابن عبد المطلب. فإيه رأيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل 1000 جن، لم يقتل 1000 جن، علي قتل 70,000 جن، ده رقم واحد. علي بن أبي طالب يتحكم في جميع ذرات الكون، النبي لم يتحكم في جميع ذرات الكون. علي بن أبي طالب صاحب ولاية تكوينية تخضع على جميع ذرات الكون كما أنت تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب في أحد وكسرت رباعيته وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، ونزل الدم الشريف على وجهه صلى الله عليه وسلم. بشر عادي. فتفضل اعتني ثلاثة فروق بين علي وبين بلاش دي. أنا أتحداك تأتيني بفرق واحد بين الله وبين علي، صفة واحدة لله لا يملكها علي، بل أنتم فضلتم علي على النبي، بل أنتم سويتم بين الله وبين علي. يعني طبعا أنا أستمع منك إن شاء الله لعل حضرتك ترد على هذا، بل سؤال لك أيضا وأتمنى ترد عليه في الإجابة، من أول من يدخل الجنة يا شيعة؟ من أول من يدخل الجنة يا مهند؟ من أول واحد يدخل الجنة يا شيعة؟ جاء في علل الشوارع لابن بابويه، علل الشرائع لابن بابويه الكمي صفحة 173، الحديث رقم 1، باب 137، العلة التي من أجلها صار علي بن أبي طالب أول من يدخل الجنة. ثم سرت سنة طويل إلى أن قال عن الحسين عن علي ابن علي عن أبيه علي عليه السلام قال رسول الله إن أنت يا علي أنت أول من يدخل الجنة، إلى آخر رواية ويحمل لوائي وما شابه ذلك. فعلي أول من يدخل الجنة. طيب هل الشيعة يعتقدون بذلك؟ نعم نعم. أحمد الشرازي، هو اسم أحمد الشرازي ماذا يقول؟ أولئك هو ولي سؤال من هو أول من يدخل الجنة؟ في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله قال أول من يدخل الجنة المعروف وأهله. ما هو المعروف وأهله؟ من هو المعروف وأهله؟ راجعوا كلمة المعروف التفاصيل. لا أقول أخذ الكلمة من النبي صلى الله عليه وآله في حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لمولانا أمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام أنت أول من يدخل الجنة. النبي بيقول له يا علي أنت أول من يدخل الجنة. أول من يدخل الجنة هو أمير المعروف وأهله علي وآله. فعلي وأهله هيدخلوا الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممكن نقول علي بس الوقت على هذا الكلام. تفضل، هل علي أول من يدخل الجنة أستاذ مهند؟ تفضل لك المايك. نحن نعتقد، أنا أطرحها، بل الجنان الملكوتية هي خلقت من هم الجنة، هم الجنان صلوات ربي وسلامه عليه. يا أستاذ أنا بسأل حضرتك دلوقتي إزاي هو الجنة هو قصيم النار؟ أنا بسأل حضرتك دلوقتي هل علي أول من يدخل الجنة كما أنت سمعت الأمن أحمد الشرازي وكما أتيتك بالرواية من علي الشرائع للكمي؟ هل علي أول من يدخل الجنة؟ وأنت بتقول هو الجنة يعني هيدخل نفسه؟ يعني حتى كلام يعني في عقلاء بيسمعوا أستاذ، حضرتك في عقلاء بيسمعوا. طب اقرأ الرواية المصيبة الطامة ديت. لولا علي لما خلق الله محمد. ايه اعوذ بالله من الكفر ده، ايه اصل النبي مخلوق لعلي. اسمعوا في مستدرك سفينة البحار الجزء الثالث الصفحة رقم 334، قال الله تعالى في الحديث القدسي لرسول الله الكريم صلى الله عليه وآله يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقته، وكملها بقى ولولا فاطمة لما خلقتكم.
ايه رايك؟ لولاك لما خلقت الافلاك، ولولا علي لما خلقته، ولولا فاطمه لما خلقتكما. ايه رايك في هذا؟ اتفضل اسمع من حضرتك. لعل مهند علم انه على يعني على عقيده هاويه، ولعله تاب الى الله تبارك وتعالى. وانا اقول يا مهند، لولا الرافضه لما تمكن اليهود والصليبيون من دخول البلاد المسلمين. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وانتم تقولون ان النبي مخلوق لعلي، هي ذنب الله، وان علي مخلوق لفاطمه والائمه. هذه ليست مصيبه، المصيبه الحقيقيه تهون حينما نعلم ان خلق السماوات والارض والكون كله انقلب من الغايه وهي عباده الخالق الى غايه اخرى وهي تولي المخلوق. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب، اللي هم مين؟ الذين يقولون بولايه علي، والذين يقولون لولا محمد لولا علي ما خلق محمد، الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. طيب انا عندي روايه ثانيه تفضيلك يا استاذ مهند على سيدنا علي، تفضيلك النبي على سيدنا علي او تفضيل قومه. وانا لا املك سوى ان اقول ما قال الله تعالى: انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون. الروايه ذكرها الصدوق في كتابه الامالي، امالي للصدوق صفحه 135: علي خير البشر ومن ابى فقد كفر. واذا الروايه في بحار الانوار المتوفي المجلس المتوفي سنه 1111 في الجزء 26 صفحه 306: علي خير البشر ومن ابى فقد كفر. ايه رايك في هذا يا استاذ مهند؟ وعندي تسجيل الان رضوان درويش وهو يقول ان علي خير البشر ومن ابى فقد كفر. هل تتبرأ من هذه العقيده وتدخل في نور مذهب اهل السنه والجماعه؟